السلام عليكم واهلا بيكم. محمد القرشي، شركه البديل. كنت حابب النهارده ندردش في موضوع ازاي تختار العقار اللي ناوي تشتريه في تركيا للاستثمار. يعني ايه من خلال تجربتنا، يعني ايه افضل الاختيارات، او ازاي نختار، او ايه التوصيات في العقار اللي نختاره. اول حاجه، اللي انت هتشتري في مناطق البكر. يعني ايه المناطق؟ يعني مناطق جديده، مناطق اللي لسه فيها مشروعات بنية تحتية قيد الإنشاء، لأن طبعا لما المشروعات دي بيتم افتتاحها وتشغيلها طبعا العقارات اللي حواليها بتغلى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من خلال برضو تجربتنا، العقار اللي تحت الإنشاء غالبا بيكون أفضل من العقار المكتمل البناء، طبعا مع الأخذ في الاحتياط. في الاحتياط ايه الحاجات اللي احنا قلناها في سلسلة كيف تشتري عقار في تركيا. نمرة ثلاثة، عمر البناء. يعني البناء لما يكون عمره صفر جديد، العائد على الاستثمار فيه غالبا بيكون أفضل لما يكون عمره 5 سنين، ولما يكون عمره 5 سنين بيبقى أفضل لو عمره 10 أو 15 سنة. ده من خلال تجربتنا يعني. نمرة أربعة، كل ما كان العقار أصغر كل ما كان العائد على الاستثمار من الإيجار بيكون أفضل. مثال بسيط، يعني أنت لو هتشتري عقار مثلا يعني ب100,000 وهيجي لك منه قيمة إيجارية سنوية 5,000، هل لو أنا اشتريت عقار ب200,000 هيجي لي 10,000؟ غالبا لا، بيبقوا 8 أو 7.5، لكن ما بيبقاش إيه؟ ما بيبقاش 10. فبالتالي لما اشتري وحدتين صغيرين أفضل لما اشتري وحدة كبيرة، مع طبعا الأخذ في الحسبان إن الوحدة الصغيرة، الغرفتين، الغرفة وصالة مثلا، رغم إن العائد على الاستثمار فيها من الإيجار أفضل، لكن هي بتبقى محتاج متابعة. ليه؟ لأن غالبا بيسكن فيها شباب، وتنقل الشباب بيبقى أكتر من تنقل الأسر. نمرة خمسة، اختار العقار يعني أو الوحدة السكنية اللي تكون أميز حاجة في المجمع، حتى ولو أغلب ب10% أو أكتر مش مشكلة، لكن طالما هي مثلا الفيو بتاعها شايف المدينة بشكل كويس، أو شايف حمام السباحة، مساحة يعني في أكتر من مساحة في الغرفة وصالة مثلا أو في الغرفتين وصالة، خد أنت المساحة الأفضل. ليه؟ لأن الحقيقة دي بتبقى في إيجارها أسرع، وكمان في إعادة بيعها بتبقى أسرع. نمرة ستة، وده حابب برضو أكد عليه، ممكن قلناه قبل كده لكن من لأهميته هنأكد عليه تاني، وانت تكتب نفس السعر اللي انت بتشتري بيه. يعني أنا النهاردة اشتريت عقار ب100,000، أكتب في الطابو 100,000، عشان لما تيجي بعد كده في ضرائب الدخل ما تدفعش ضرائب أكتر من اللي المفروض تدفعها، وكنا شرحنا ووضحنا دوت برضو في السلسلة قبل كده. طيب، عندي شوية نصايح قبل ما يعني أختم الفيديو ده. أول حاجة، وانت بتختار العقار حدد انت بتختاره للاستثمار فقط ولا للاستثمار والسكن. ده هيفرق طبعا، يفرق. لو انا الاستثمار مش فارق معايا الموقع الجغرافي، اللي يهمني انا هاجرها بسرعة ولا لا، مش فارق معايا غرفتين وصالة ولا ثلاثة وصالة. لكن لو انا بقول انا النهاردة عايز استثمار لكن احتمال اسكن فيها بعد سنة ولا بعد اتنين، يبقى انا بختار العقار اللي يتناسب مع عدد افراد اسرتي، وكمان بختار المكان اللي أنا حب أعيش فيه، يعني عاجبني المكان ده فهختار فيه. نمرة اتنين من التوصيات، لو أنت ناوي تستثمر في العقارات في تركيا، يبقى دورة رأس المال اعمل حسابك ما تبقاش أقل من سنتين، وده ليه أسباب كتير إن شاء الله نبقى نشرحها في فيديو بعد ذلك. طيب، توصية نمرة تلاتة، إياك من العروض الوهمية. أنا أقصد إيه بالعروض الوهمية؟ هوضح يعني أكتر. أنت مثلا بتدور في بلدية أو في مكان ما، متوسط المتر فيه مثلا من 4 ل 5,000، تمام، وجالك عرض بيقول لك الحق وفرصه وبتاع، متوسط المتر فيه 2,000، ده حقيقه صدقني ما تشغلش بالك، يعني هتشتت نفسك جدا، وبعدين ممكن تعمل حسابك على اعتبار ان ده موجود، وده في الحقيقه هتيجي في الواقع تنفذ مش هتلاقيه موجود، هتحس بالاحباط وهتشتت نفسك على الفاضي. مش بقول لك ما تدورش، طبعا اقول لك دور وشوف الفرص وبتاع، بس انا بتكلم على الفرص الوهميه اللي هي بعيده او اللي هي مش منطقيه، اللي هي تلاقي مثلا غرفة ثلاث غرف وصالة على المتر بوس ب150,000. ده كلام مش منطقي ومفيش داعي اللي انت تشتت نفسك معاه. طيب، حاجة قبل أخيرة عايز أقولها، وأنا أفردت ليها فيديو خاص، هو الاستثمار في الأراضي اللي لم يدخلها الإعمار، ده استثمار خاص بأهله، والعائد فيه ربما يكون عوائده يعني متضاعفة، ولكن مخاطره محتملة.
وده يعني ان شاء الله الفيديو، في فيديو بيتكلم عن الموضوع ده، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. اختم بقى بحاجة مهمة جدا، يعني عايز اقول لك كل اللي فات ده مهم طبعا ولازم تاخد بيه، بس انا احكي لكم حكايه بسيطه ومش هطول عليكم. انا كنت مره مع عميل وعمال اقول له العائد على الاستثمار 3% و4% وبتاع، لقيت الراجل بيقول لي يا عم محمد انا بقالي 30 سنه متغرب وجاي عايز اخد الحاجه اللي اتبسط فيها، اللي جاي مش قد اللي رايح، ربنا سبحانه وتعالى يديله طول العمر. فعايز اقول لك حاجه، نعم تاخد بالاسباب عشان ما يحصلش نوع من الغبن او يعني تشتري حاجه باكبر من ثمنها، وكل ده طبعا موجود، لكن في الاخر انت لقيت عقار وعجبك، الفيو بتاعه عجبك، في تراس وانت عايز تاخد ده، او في حديقه كبيره وانت فرحان بيها، يبقى توقع الله. وفي الاخر يا سيدي يعني ما هو اللي هيقعد فيها مش الجيران، يعني لا تقعد فيها زوجتك واولادك ووالدتك واهلك، وخير دينار تنفقه على اهلك وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك. وما تنساش تبقى تعزمنا عندك على كوبايه شاي بلبن. اهلا بيكم ونشوفكم على خير ان شاء الله.